من البركات المضيعة شيخ عبد الرشيد نعم وما يتركه الإنسان من تركه الورد اليومي للقرآن، يعني نشاهد بعض الناس ربما ارتباطه بالقرآن الكريم إنما هو ارتباط موسمي، يسأل الله عز وجل لا يجعلنا منهم ولا يجعل آمين. المشاهدين والسامعين منهم، آمين هو ارتباط موسمي إنما يرتبط به في القرآن الكريم، فإذا انقضى القرآن، فإذا انقضى رمضان لم يقرأ القرآن إلا في صلاته. دعنا نتحدث عن الورد اليومي وأثره في حصول البركة على المسلم واستشعاره لهذه البركة. طبعا آيات وأحاديث وحكم من أئمة شامخين كثيرة جدا، ولكن يحضرني وحضرني فجأة كلام والدي علامة الشيخ المقرئ علي بن عبد الرحمن المشهور بالصوفي رحمة الله عليه، كان كتب لأخي الكبير وكان في السعودية، فكتب له رسالة، فمن ضمن ما كتب له قال له: واعلم يا بني أنه لا يهجر القرآن إلا من هان على الله، واعلم يا بني أنه لا يهجر القرآن إلا من هان على الله. تريد أن تعرف مقامك عند الله تعالى وقيمتك عنده، فانظر القرآن في حياتك. إن الله سبحانه وتعالى جعلك مرتبطا بكتابه، لا يمر عليك ليلك ونهارك إلا وأنت مصاحبا له تلاوة، تدبرا، قراءة، وردا، فاعلم أنك شيء عند الله. الله سبحانه وتعالى يعني يحبك، والله سبحانه وتعالى جعلك يعني محفوظا بعنايته وبكرمه. من الذي يهجر القرآن ويتركه؟ الذي هان على الله، الذي لا يبالي الله به. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء.